وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء إذا قضى الله الأمر في السماء قضى كوني فوقوعه وقوع هذا القضاء في الأرض ثابت وذلك بأن جبريل ينتهي بهذا إلى حيث أمره الله عز وجل أما ما يتعلق بالمخلوقين فقد يكون غير واقع ومن ثم يكون من القضاء الشرعي فإذا نظرنا إلى هذا القضاء باعتبار ما قضاه جل وعلا لجبريل فهو قضاء قدري وباعتبار فعل المخلوق فإنه قضاء شرعي.